سلام، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بألف خير. منعت جوال والكل ماله وقاعدين بالبيت. تعالوا ياي خلي اخذكم لفرنسا اليوم. ما مصدقين؟ راح نسوي الكريب الفرنسي، الكريب فرنسي اذا شوي اريد اتفلسف، او البانكيك، كله يمشي. تعالوا يانا خلينا نشوف طريقة العمل والمقادير. لتحضير الكريب الفرنسي، الكريب ايش تريدون تسموه، راح احتاج هذول مالكم علاقة بيهم ما تحتاجوهم بس جايين يتفرجون علي. راح تحتاجون كوب وربع من الطحين الابيض، 3/4 كوب حليب سائل، ملعقة صغيرة من الفانيلا، ملعقة كبيرة زيت نباتي، 2 بيض. راح تحتاجون ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر حسب الرغبة، اذا تحبوه سميك ضيفوا بيكنج باودر اكثر حتى ينفش، اذا تحبوه خفيف ضيفوا اقل. انا اليوم راح استخدم نصف ملعقة بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. راح احتاج للتقديم بنانة الموز، وراح احتاج النوتيلا او اي صوص مستلة عندكم، اي صوص شوكولات، وراح احتاج عسل. تقدرون يعني يا اما راح نسويه بالنوتيلا يا اما تسوون بالعسل، انتو هذا حسب الرغبة، هذا كله بس للتقديم. اوكي، اي نوع فروت راح يمشي حاله، اي نوع من الفواكه، موز، فراولة، اي شيء اللي يعجبكم. تعالوا ويانا هسه خلينا نشوف طريقة العمل. راح ابدأ بخلط البيض، ممكن تخلطوه بالشوكة او بالمضرب اليدوي او الكهربائي حسب المتوفر عندكم، وراح اضيف ملعقة الفانيلا. راح ابدأ باضافة كل المكونات مع بعض واخلطهم سوا. اضيف ربع كوب من المي واخلطها واتركها 5 دقائق قبل التحضير. هذا هو القوام المطلوب. من الزيت نمسحهم بالفرشاة ونبدأ بطريقة العمل. بس تبدي تطلع هذه الفقاعات، انتظر عليها 2 إلى 3 دقائق وبعدين شوية ارفعها واشوف اذا الجو استوى اقلبها وتكون بهذا الشكل. ونفس الشيء بالنسبة للوجه الثاني، راح اسوي واحدة ثانية. هنا انا حبيت انه احشيها بصوص النستلة الشوكولات، اخليه بالنص وبعدين اقلبها. خليت هنا العسل، زينته بالعسل والموز، وخليت صوص النوتيلا شوي عليه مي وخليته بالمايكروويف وزينته بيه. وبعد ما وصلنا الحمد لله على السلامة الباريس، هذا هو شكلها النهائي. حطيت عليها صوص الشوكولات، صوص النستلة أو العسل، وقدمتها ويا شرائح الموز. أتمنى تكون عجبتكم. شكرا جزيلا على دعمكم وعلى اللايكات، أتمنى تدعموني أكثر على قناتي باليوتيوب خيط وخرابيط. سووا سبسكرايب، اشتراك ولايكات وشير للقناة، فعلوا جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.